فيديو مستفز جدا من فودافون ما كانش الواحد يقدر يسكت عليه. الناس اللي انتوا شايفينهم معانا في الفيديو دول موظفين فودافون المحترمين اللي الشركه بتقدم بتقول لك احنا احسن شركه في مصر، احنا بنقدم احسن مستوى خدمه، ما فيش في العالم شركه حصل اللي بيحصل فيها ده دلوقتي. اربع موظفين متجمعين على عميل واحد ونازلين عليه ضرب. اتفرج بس، شوف ازاي شركه زي شركه فودافون تعمل كده. ازاي ممكن يحصل ان موظفين تضرب العملاء؟ يعني خمس موظفين يا راجل نازلين في العميل طحن. مفيش شركه في العالم محترمه بتعمل اللي هم بيعملوه. كل اللي طالبه منكم ان انتوا تتفاعلوا مع الفيديو عشان نوصله بره مصر ويشوفوا شركات الاتصالات عندنا عامله ازاي وبره عامله ازاي.